أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. لحظة إصابة الحارس الإيراني علي رضا، إصابة مرعبة نتيجة التصادم مع زميله، وأول تبديل اضطراري لإيران، وصدمة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران لتبديل حارس المرمى. نتمنى له الشفاء العاجل. منتخب إنجلترا متقدم حاليا بهدفين مقابل لا شيء، والشوط الأول أوشك على الانتهاء. تابعونا لمعرفة المزيد من أخبار المباريات في كأس العالم. بداية غير موفقة لكارلوس كيروش في بداية المباراة نتيجة التغيير الاضطراري.